هذه مجموعة زوارق تستخدم للسكن، يعني مهيئة ليست للتجوال ولكن للسكن العائلي، كلها لعوائل تسكن في هذه القوارب وتجول بها الأنهار والشواطئ، ومن ثم ترسي هنا لغرض قضاء الحاجات والاستراحة وغير ذلك. يعني هنا كلها مؤثثة من الداخل، بس الحقيقة ما يسمح واحد يدخل لها لأن عوائل بعيدة، يعني لازم نعبر من دي الصفحة. فكلها يعني مهيئة على شكل غرف ومطابخ و يعني كل مستلزمات البيت تلقاها بيها على طول القارب. شوف القارب شقد طوله، هو كله عبارة عن سكن ومقسم إلى أقسام داخلية للسكن. اليوم في جولة على النهر الحلو هذا، الشط اللطيف اللي يعجب، يعني من مئات السنين هو حلو نظيف ومرتب والناس تتمشى عليه. الله يا جمالك.